وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم تحيا مصر. معنا الأستاذ محمد عبد الرازق، وسيط وخبير تأمين. أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك. اتفضل أستاذ عصام. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تحيا مصر، واللي بنسلط فيه الضوء على الشخصيات المشهورة في مجال الفن والسياسة والاقتصاد والأدب. ومعاكم الأستاذ محمد عبد الرازق الخبير التأمين. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا يا فندم. كنا عايزين نعرف من حضرتك إيه هو التأمين؟ هو مفهوم التأمين تحمل خسارة بسيطة مؤكدة لتفادي خسارة كبيرة محتملة، يعني تمام. أنا بتحمل قسط، أنا مشدود عليا، حاجة تمام. بسيطة مقابل أشيل خطر محتمل لو حصل هيحصل كارثة اقتصادية بالنسبة لي. تمام تمام؟ وعشان كده هو خطر محتمل ما بيحصلش لكل الناس، يعني مش كل الناس بيحصل لها الخطر. تمام. ومن هنا بيأتي بقى اشتراك الكل في تعويض البعض، يعني احنا كلنا بندفع مش كلنا بنستفيد، بنجمع أقساط من الكل بندفعها لبعض المتضررين اللي حصل لهم كوارث اقتصادية عشان يقدروا يكملوا حياتهم بدون أزمات اقتصادية يعني. بس تمام. فهو أستاذ محمد، ما هي مبادئ التأمين؟ مبادئ التأمين لمجموعة مبادئ، منها منتهى حسن النية بين الطرفين، إن شركة التأمين والعميل كل واحد يدلي بالمعلومات اللي منها على أساسه كل واحد ياخد قرار التأمين أو لأ. يعني مثلا هتأمن سطو حريق مثلا على مصنع مثلا، فأنت لازم يعرف الخطر الموجود على المصنع ده جنبك محطة بنزين ولا لأ، علشان يقدر السعر كويس وعشان ما يحصلش غلط. ومنها شركة التأمين برضو لازم بتدلي عن طريق الوسيط بكل المعلومات اللي تقدر الواضحة للعميل تماما، ان على اساسها هياخد خطوة ان هو يأمن ولا لا، او الاخطار تمام. تناسبه او لا، او يزيد اخطار مستثنية او لا. يعني طب ايه حضرتك انواع التأمين ايه؟ هو انواع التأمين هم 3 انواع رئيسية، منها تأمين اشخاص وتأمين ممتلكات وتأمين مسؤوليات. تأمين الأشخاص ده زي التأمين الحياة، وزي تأمين الحوادث، وزي تأمين الطبي. تأمين الممتلكات ده بقى كل حاجة فيها ممتلكات، منازل، مصانع، طيارات، سيارات، كل حاجة. تأمين المسؤوليات ده الحاجة مسؤولية اتجاه الطرف الآخر، يعني أنا راكب عربية، فأنا لو أنا خبطت حد وأنا الغلطان وهو رجع عليا قانونا، تمام. فده المسؤوليات. لو مثلا أنا ببني مكان والمكان ده فيه مسؤولية تجاه الجيران وتجاه اللي حواليا من ممتلكات، لو وقع حاجة فهو هيرجع عليا قانونا، فده بيغطي تجاه المسؤولية المدنية تجاه الآخر يعني. والصيانة برضو طب بتاع العربيات؟ لا، الصيانة ملوش، هو الحوادث بس بتاع العربيات. أستاذ محمد، ما هي أنواع الوثائق التأمين؟ كلمنا عن وثائق التأمين يعني. وثائق التأمين في تأمين الحياة طبعا، في تأمين السطو والحريق، في تأمين الهندسي، التأمين الهندسي اللي هو على المعدات، ولو عطلت أو حاجات زي كده. السطو والحريق ده على لو اتحرقت المنشأة أو اتعرضت سطو، مش سرقة على فكرة، عشان يعني لو حد كسر حاجة عنفا وخد حاجة من المكان أو المصنع أو الشركة، فالشركة بتعوضه عن الخطر ده. في أنواع تأمين كتير، منها التأمين البحري اللي هو أنت واحد مستورد بيستورد بضايع من بره مصر مثلا، فعايز يأمن عليها من أول ما تطلع من المخزن هناك لحد ما توصل هنا بسلام، وأي حاجة تحصل لها بتتحمل شركة التأمين المسؤولية. في التأمين الطبي طبعا، اللي هو تأمين على صحة الأفراد، إن لو حصل لهم مرض أو حب يخش المستشفى أو الكلام ده. في أنواع تأمين كتير، منها مخاطر عدم السداد، واحد بياخد قرض من بنك فلو تعذر في السداد فالبنك هيرجع عليه قانونا، فشركة التأمين بتأمنه ضد الموضوع ايه ده. طيب ايه الفرق بين التأمين الخاص والتأمين العام؟ يعني مثلا انا مثلا في ناس بتتحير تقول لك انا هأمن في شركات خاصة، في ناس تقول لك لا انا هعمل في شركات حكومية، ازاي انا اقدر اميز بين الاثنين؟ بص، هي اي شركه تامين هتفتح لازم تاخد ترخيص من الهيئه العامه للرقابه الماليه، تمام. يعني سواء عام او خاص. شركه التامين اي حاجه حتى البرامج الجديده لازم تاخد موافقه هيئه الرقابه الماليه، يعني ما ينفعش تنزل برنامج غير ما ترجع للمؤسسه بتاعه الدوله المسؤوله عن الرقابه عن التامين يعني.
تمام. فهنا او هنا سواء خاص او عام، يعني الناس طبعا في بعض الناس بتثق في الشركات القطاع العام بحيث ان هي شركات الدوله وان هي الدوله مسؤوله عنها. لا، هي كل الشركات مسؤوله في الدوله، بتعمل في الدوله، فبتخضع لقانون الدوله، بتخضع لقانون هيئه الرقابه الماليه، بتخضع لاشراف الهيئه العامه للرقابه يعني احنا الماليه. محتاجين تغيير ثقافه، محتاجين ثقافه التامين بالظبط، محتاجين تغيير ثقافه، لان هو كل الشركات بتخضع للرقابه وكل الشركات بتلتزم بقانون الرقابه، وكل الشركات ما تقدرش تطلع برنامج واحد من غير ما ترجع لهيئه طب الرقابه هل الماليه. الشركات التامينيه دي، الشركات الخاصه، بيبقى لها دور مع المؤسسات الحكوميه ولا كله مثلا تبع مثلا مصر للتامين، الدلتا للتامين، الشرق للتامين؟ هل الشركات الخاصه دي لها دور مثلا على المؤسسات الحكوميه؟ بص، هو يعني انواع عملاء كل واحد بيحب حاجات معينه، يعني اللي سافر بره يحب الشركات المالتي ناشونال، الناس اللي في مصر اكتر وما خرجتش كتير تحب يعني ملهاش قواعد برضو، تحب الشركات القطاع العام برضو على حسب علاقاته في الشركة، هل هو يعرف في حد يعرفه بيسوق للشركة دي. فكل ده يعني من الحاجات واللي بتأثر عليه في القرار ان هو ياخد قرار التأمين ولا لا، وسيط التأمين. لان زي ما بقول لك، هو اركان العملية التأمينية اصلا هم تمام. ثلاث اطراف، هم الشركة وهو العميل وهو الوسيط، والثلاثه كيانات مختلفه يعني، او يعني الثلاثه، الشركه دي اللي بتقدم الخدمه، تمام. العميل ده المستفيد بالخدمه، الوسيط ده اللي بيتحمل تكلفه التسويق لحد ما يوصل للعميل المرتقب وينجح في العمليه التامينيه. فالثلاثه ارقام من اركان بالمناسبة دي عمليه يا أستاذ التامين، محمد، فالوسيط بيلعب دور طبعا في انه العميل ياخد قرار لانهي شركه يعني. تمام. بالمناسبة دي، حد أدنى لوثيقة التأمين داخل مصر كام؟ لا، ما فيش حاجة اسمها حد أدنى لوثيقة التأمين داخل مصر. يعني مثلا أنت عندك تأمين مثلا الترابل انشورنس، ده ممكن تبقى الوثيقة ب 100 جنيه اللي هو تأمين السفر اللي هو بيغطيك حاجات زي كده. في تأمين الحياة يعني بيبدأ مثلا من 1000 جنيه و1200 جنيه في السنة. فالتأمين على حسب قدرة العميل مش على حسب الشركة، يعني قدرة العميل تقدر تدفع كام. مثلا انت هتعمل لايف انشورنس، في عميل ممكن يدفع 2000 جنيه وفي عميل ممكن يدفع 1,000,000 جنيه في اللايف انشورنس، تمام. على حسب ان هو تأمينه مستواه ازاي وعايز تعويض قد ايه لو لا قدر الله حصل الخطر، فهو عايش في مستوى ايه، عشان كل ما يدفع قسط طبعا كل ما هياخد زيادة، فالمبلغ اللي محتاجه اسرته لو لا قدر الله ان هو غاب عن اسرته هيبقى كام يعني. تمام. ازاي بعض شركات التأمين استاذ محمد رأس مالها 500 مليون جنيه وتأمن على خطر ب 10 مليار جنيه؟ ما هو شركة التأمين في حاجة اسمها إعادة تأمين. إعادة تأمين شركة التأمين تمام. دايماً بتعمل إعادة تأمين على الأقطار الأكبر منها. يعني في شركات إعادة تأمين، فشركات التأمين نفسها مأمنة على نفسها وبتأمن على الأخطار، بتاخد جزء من الخطر، لها حق احتفاظ. يعني مثلاً لو خطر ب 10 مليار أكبر منها، فمثلاً ممكن تاخد 5% من الخطر وتدي 95% من الخطر أو 90% من الخطر، أنا مش عارف النسبة بالظبط. تمام. لشركة إعادة التأمين لو حصل حاجة كل واحد يدفع الجزء بتاعه، يبقى شركة التأمين تدفع 10% بتوعها وشركة إعادة التأمين تدفع ال 90% طب ايه بتاعها. شروط المسوق التأميني؟ يعني أنا مثلا أنا عايز أشتغل في مجال التأمينات، مسوق تأميني، إزاي أقدر أخد رخصة تأمينية؟ هو تاخد رخصة تأمينية انك دي سهلة، مش المسألة مش رخصة تأمينية يعني. المسألة هو طبعا رخصة تأمينية انك تكون مؤهل عالي، بتحصل على بتاخد كورس في الهيئة، بتنجح في الكورس، بعد كده بتاخد الترخيص. بس اهم حاجه يعني انت ما تقدرش تيجي منك لنفسك كده تقول انا عايز ابقى وسيط تامين، انت لازم تكون اشتغلت في شركه عشان تاخد خبرات اصلا. ما انت هتتعلم تامين منين يعني، او قطاع عام تفهم ولا قطاع خاص بقى؟ على حسب اي نوع يعني. المهم يكون اتدربت في شركه والشركه دي دربتك كويس انك تبقى فاهم برامج التامين، ودربتك ايه العوامل اللي بتاثر في التسويق. يعني مثلا ليه العميل يشتري من الشركه مثلا، يعني الحاجات اللي كنا بندرسها في اول شركه انا اتعلمت فيها، ليه العميل يشتري من الشركه دي مش من شركه تانية، ليه العميل يشتري الوقت دي مش بكره، ليه العميل يشتري مني مش من غيري، ما في كتير بيبيعوا تامين. فيها اسئله وفي تدريب، فانت لازم تكون اتدربت في حاجات في شركه عشان تبتدي تاخد قرار.
لما تيجي تسوق لشركات او تاخد فريلانس من الهيئه العامه للرقابه الماليه، انك تاخد ترخيص حر وتبقى وسيط حر، تسوق لمجموعه شركات، تبقى فاهم البرامج وفاهم ايه الفرق بينها وفاهم تسويق يعني. تمام. طب حضرتك كنا عايزين نعرف برضو مثلا ليه رجال الاعمال دايما بيحفزوا التامين عن طريق الشركات الخاصه؟ لا هو مش شرط يعني، ملهاش قواعد يعني. في رجال اعمال بيشتغلوا مع شركات خاصه، في رجال اعمال اصلا مساهمين في شركات خاصه ويدخلوا الاخطار في واللي شركاتهم، واللي هم ليهم عشان لهم تجاره ورجال اعمال فبيتعاملوا مع شركات المالتي ناشونال بقى وكده. في ناس بتشتغل مع الشركات المالتي ناشونال او الشركات المالتي ناشونال في مصر طبعا بتحب تشتغل مع شركات المالتي ناشونال، يعني في كيمياء بينهم. الشركات القطاع العام والشركات اللي في مصر في كيمياء بينها وبين الشركات المصري للتأمين والشركات، برضو كل الشركات محترمة وكل الشركات بتخضع لقانون الهيئة العامة للرقابة المالية، بس هي طريقة تفكير بتناسب كل عميل وكل عميل يعني. في رجال أعمال بيحبوا الشركات اللي انت اللي هي القطاع العام، وفي رجال أعمال مساهمين أصلا في شركات أعمال في 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 في, في شركات مالتي ناشونال ومساهمين في شركات خاصة، فبالتالي بيحط الشغل في شركه من اللي هم مساهمين فيها واللي ليه علاقات فيها واللي يقدر يعني. طب اكتر جنسيات مثلا الشركات اللي هي المالتي ناشونال اللي عامله في مصر في مجال التامين، هل هي شركات امريكيه، شركات المانيه؟ في شركات في شركتين، شركه امريكيه وفي شركه المانيه وفي شركه فرنسيه وفي يعني وفي ش... 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 في كذا ش... في, ش... في شركات مختلفه من كل انواع الجنسيات بتاعنا في مصر، وكل شركات وسوق التامين بدا ينفتح عن الاول وبدا يدخلوا مستثمرين جدد من كل الجنسيات، بس مش بس الشركات المالتي ناشونال، لكن في شركات عربيه وفي يعني عربيه وفي شركات من اسواق مختلفه لبنانيه واماراتيه بتدخل السوق المصري، زي اي مجال، زي مجال البنوك، زي اي مجال، في تنوع في الخدمه وكل الناس بتتنافس على العميل وكل الناس بتحاول تقدم برامج. تمام استاذ محمد، ما هي النصيحه اللي تنصحها للمواطن او للمقدم الراغب في تقديم شركه التامين؟ ايه هي الاجراءات اللي يتبعها؟ للي هيأمن يعني؟ بالظبط. للي هيأمن ان هو يفهم قوي هو شاري ايه، يبحث في حد ان هو يعني، هو طبعا دور الوسيط، هو ده طبعا الوسطاء كتار جدا وفي منهم ليهم علاقات وفي ناس بتثق فيهم ان هم على يعني يقول لهم القرار خده في اي شركه تامين وانهي شركه تامين تناسبكم في احتياجكم ده، ما فيش شركه تامين بتناسبك في كل حاجه يعني. يعني في شركه تامين بتناسب كل الناس وما فيش شركه تامين بتناسب القدر اللي انت عايزه او احتياجك ده، ممكن يكون في شركه او في شركتين او ثلاثه يعني على حسب احتياجك يعني. نستاذن حضراتكم نخرج فاصل، اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. أعزائي المشاهدين رجعنا من الفاصل ومعنا الأستاذ محمد عبد الرازق الخبير التأميني. أهلا وسهلا أستاذ محمد. كنا عايزين نعرف أستاذ محمد يعني هل ممكن مثلا أنا أكون مشترك مثلا في شركة تأمين خاصة وفي نفس الوقت أعمل شركة تأمين حكومية، يعني أجمع بين الاثنين؟ ممكن يكون عندك عربية هنا وعربية هنا، ممكن تكون مأمن يعني حياة يعني ما يبقاش في تضارب؟ لا، ممكن تكون مأمن حياة هنا ومأمن حياة هنا، بس ما تبقاش مأمن على حاجة واحدة في الاثنين يعني. ما تبقاش مأمن عربية واحدة في الاثنين يعني. لا أنا بتكلم كتأمين حياة. تأمين حياة تقدر تأمن في 10 شركات. لا هل في مثلا حد أدنى وحد أقصى مثلا للشركات؟ ده مش حد أقصى، لأن يعني حد أقصى أنت اللي بتقدر مستوى معيشتك، بس هو لازم يكون 10% من دخلك السنوي، ما يزيدش عن 10% من دخلك السنوي عشان تعمل وثيقة تأمين حياة. هل الرقابة المالية بتنظم الدور ده؟ طبعا الرقابة المالية مفيش حاجة ما بتسيبهاش يعني. أستاذ محمد، برامج التأمينات الأشخاص ممكن تكلمنا عنها باستفاضة يعني؟ تأمينات الأشخاص يعني من أهم الحاجات فيها هو تأمينات الحياة.
تأمينات الحياة أو تأمين الحياة ده في تأمين بيدفع مقابل الخطر زي تأمين العربية كده، يعني بدفع مبلغ بسيط جدا مقابل إن أنا أحصل على مبلغ تأمين لو لا قدر الله حصل لي حاجة، ولادي ياخدوا مبلغ كويس. فده دايما بيحتاجوا الناس اللي هي بتعرف تستثمر فلوسها قوي، ويقول لك انا محتاج ادفع مبلغ واشتري مبلغ تامين كبير بحيث لو لا قدر الله حصل لي حاجه انا وانا سليم، انا بعرف استثمر فلوسي مش محتاج حد يستثمر لي، تمام فانا بدفع مبلغ بسيط مقابل ان اخد خطأ مبلغ تامين كبير. تمام. تمام في نوع تاني بقى اللي هو المستثمر، ان انا بينقسم مبلغ التامين لحاجتين، جزء منه اللي هو الجزء البسيط ده، وجزء منه بيتحط في حساب الاستثمار. حساب الاستثمار ده فيه انواع مختلفه، يعني في اللي هو الشركه هي اللي بتستثمر وبتوزع حساب كل سنه، في بقى ظهر حاجه تانية اللي هو بشتري وحدات استثماريه بصناديق استثمار وبجيب تمام مدير استثمار وبوزع ارباح العميل، انا بدل العميل فلوسه. تمام يعني يعني هل معنى كده ان شركات التامين اللي هي الخاصه بتقوم بدور البنوك في مجال الاستثمار؟ لا، ما هو بص، دور البنوك ده استثمار بس، لكن ده تأمين واستثمار في المعظم، يعني تأمين واستثمار لازم، يعني بيبقى في المعظم اتنين مع بعض. يعني فيها استثمار طبعا قوي، يعني صناديق استثمار طبعا انا بشتري وحدات استثمارية، والوحدات الاستثمارية دي يعني على اللونج ران المفروض تعلى وتحقق ارباح واخد في النهاية مبلغ كويس احقق بيه هدف في المستقبل، يا اما تعليم ولاده يا اما جواز ولاده يا اما الكلام ده. وفي بقى في نوعية البرامج وقت المطالبة، يعني لما يحصل خطر، في ناس تحب ان يوصل لولادها فلوس في وقت معين، يعني مثلا هو ولاده مثلا عنده 3 سنين، فعايز لو لا قدر الله يحصل لما يحصل له حاجة يوصل لولاده مبلغ التأمين لا لا يا قدر باشا، الله في الوقت اللي هو محدده. يعني هو يدخلوا الجامعة مثلا في سن 17 سنة، يبقى مبلغ التأمين ده يوصل لهم في سن 17 سنة. لا يا باشا، تمام. طب حضرتك هل في سن معين بيبدأ مثلا في التأمين على الحياة؟ تأمين على الحياة طبعا، يعني يعني بيبدأ هو من سن كام؟ أعتقد بيبدأ معاك؟ تمام من 18 سنة أستاذ يعني. جمال. طب أعزائي المشاهدين، نستقبل تليفون من الأستاذ جمال. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. حضرتك انا اسمي جمال سلطان من كفر الشيخ يا فندم. أهلا وسهلا كنت فندم. شغال في مصنع قطاع خاص، وصاحب المصنع ما كانش يأمن عليا. تمام. فاتعورت، حصل لي بتر بأربع صوابع. تمام. فالمكنة اتعورت من المكنة وحصل لي بتر بأربع صوابع، وصاحب المصنع ما رضيش يأمن عليا وقال لي امشي وكده. وكل ما امشي في إجراءاتي وعشان أعمل إجراءات قانونية وأعمل أروح للمستشفى أعمل تقرير طبي يوقفه يا فندم عن طريق المحامي. تمام. وهو مش راضي يأمن عليا، أنا أعمل معاه إيه؟ والله ده هيجاوبك عليه بقى الاستاذ محمد عبد الرازق خبير التامين. ده هو ده ما يقدرش يجاوب على الاستاذ محمد عبد الرازق، يعني هو مش راضي يامن عليه. يعني هو تمام. مثلا، يعني انا بتكلم في انواع تامين، ان هو يعني انا مثلا بحسب ان هو مثلا هيتكلم في نوع تامين معين او حاجه زي كده، هو صاحب المعرض مش صاحب المصنع مش مامن عليه. طب ده يروح يشتكي في وزاره القوى العامله يعني ولا فين؟ ده حاجه هتخص القوى العامله، ما تخش التامين بتخص خالص. القوى العامله مش تخص التامين خالص. لا، ملهاش دعوه بالتامين يعني. استاذ محمد، ما الفرق بين التامين الحكومي والتامين الخاص حسب يعني رغبة المؤمن؟ يعني في بعض شركات التأمين تقول لك لا احنا مش هنأمن، وفي بعض شركات تأمين يعني بتقوم بتأمين على العمالة إذا رغب صاحب العمل في ذلك. هل هناك في قانون أو تشريع يجبر صاحب العمل على التأمين؟ لا، يعني يجبر صاحب العمل على التأمين ده مش خاص بقصة التأمين خالص، ولا أنواعه، ولا قصة الوسيط، ده حاجة تخص القوى العاملة وقوانين الدولة، ملهاش علاقة بموضوع أنواع التأمين اللي احنا بنتكلم فيه، ملوش علاقة تمام. بالقصة دي خالص، ولا ليه دعوة بالرقابة المالية، ولا يعني ده في مفيش حتة أي تانية. حاجة تجبره. لا، في حتة تانية خالص. يعني ما هو سؤالي في حاجة تجبره بقى، هو آه يعني ده قوانين القوى العاملة، مش عندنا احنا في التأمين أو تمام بنتكلم في أنواع التأمين تمام أو الكلام ده خالص يعني. ما أستاذ محمد، سؤال اللي جانا دلوقتي هو بيتكلم عن كده، يعني بيتكلم على إن صاحب العمل تمام. رفض يأمن عليه، فأنا عايز حضرتك يعني تلقي مفيش الضوء عن يعني ذلك. الهيئة العامة للرقابة المالية أو قطاع التأمين ملوش علاقة بالقصة دي، قطاع التأمين وانس إن هو اتأمن عليه ودفع قسط التأمين فهو مسؤول عنه هنا في إن هو يدفع
لو لا قدر الله حصل له حاجه. في سن معين مثلا سي مثلا انا مثلا هامن على حياه مثلا عندي مده 10 سنين 20 سنه وانقطعت؟ لا ما 10 سنين ما انت ممكن تاخد فلوسك باستثمار. لا في في شركات تقول لك لا لازم مثلا ليك حد ادنى. لا مثلا تكون اقل حاجه مثلا 15 سنه. لا لا بص او 20 في الشركات الحكوميه في كده في المعظم ولا ما تستردش فلوسك. لا لا هو في المعظم انت يعني في المعظم يعني في الشركات اللي انا يعني ممكن انا ما اتعاملتش مع شركات حكوميه قوي في حته التامين الحياه بس في المعظم انت تقدر تسترد فلوسك بعد 5 سنين يعني. لا انا بتكلم على الشركات الخاصه. ده الشركات الخاصه. اه الشركات الخاصه مثلا سي مثلا انا امنت جيت لظروف ما مش عايز اكمل. بص في يعني مليون حل في الموضوع ده. في مليون حل في الموضوع ده انك مش قادر تكمل يعني. يعني في حلول كتير جدا حطها مثل الشركات. مثل ايه الحلول يعني حضرتك؟ يعني يعني اولا مثلا انت بتدفع استأمين مثلا سي 20,000 جنيه. تمام. جيت في سنه ال 20,000 جنيه دول مش قادر تدفعهم السنه دي، يعني دفعت سنه واثنين ثلاثه. فشركه التامين الكوست اوف انشورنس مثلا في ال 20,000 جنيه اللي هو حق التامين عشان البرنامج يفضل مستمر مثلا 2000 جنيه، طب لو هم موجودين في حساب لاستثمارك بتاخدوا ال 2000 او 2000 يعني على حسب ما يكون مثلا من 2000 ل 4000 يعني مش مرتبطه بسن معين. يعني لا على حسب السن، ما هو كل ما بيكون السن اعلى كل ما بيكون الكوست. لا قصدي فتره السنين اللي قضاها مثلا في التامين، يعني مثلا انا قضيت 5 سنين 6 سنين قضيت 3 سنين مثلا. تمام. فانت في حساب استثمارك فلوس. تمام. فبالتالي هتاخد الكوست اوف انشورنس حق مبلغ التامين اللي هو التامين المؤقت اللي كنا بنتكلم فيه ضعيف ده، هتاخده من الـ من الـ من القسط ويفضل البرنامج مستمر معاك وتكمل السنه الجايه او اللي بعدها، فاهم يعني لحد ما تعدي الازمه بتاعتك. طيب عدى ال5 سنين، لا انت ممكن في معظم الشركات تقدر تسترد فلوسك بعد 10 سنين، تقدر تاخد فلوسك باستثمارها طبعا بعد 10 سنين. طبعا. استاذ محمد لو سمحت لي، السوق المصريه يعني هل تستوعب كتير من شركات التامين افتتاح شركات تامين تانية خاصة؟ والله السوق المصرية طبعا يعني هي بجهد كتير من الوسطاء والخبراء وجهد العاملين الكبار بقى قوي في مجال التأمين. لا بقى في وعي تأميني في السوق المصري، بقت الناس فاهمة تأمين قوي يعني قوي، بقت فاهمة برامج التأمين العربيات او المسؤوليات او المصانع. يعني انت بتتكلم مع ناس فاهمه الوقت، غير مثلا لما ترجع مثلا من فتره 10 12 سنه ورا. لا القصه كانت يعني مختلف. حضرتك كلمه اخيره حضرتك توجهها للمواطن في مصر. خلي بالك من ولادك يعني. لا انا بتكلم بخصوص التأمين يعني كلمه اخيره مثلا يعني 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 لو تقدر اللي ما يأمنش يأمن. لو تقدر تعمل حاجه لولادك يعني دي حاجه كويسه، انك يعني انت طول ما انت بتشتغل وطول ما انت موجود. استاذ محمد ما هي مميزات التامين اخيرا يعني؟ طول ما انت بتشتغل وطول ما انت موجود، هرجع لحضرتك دقيقه واحده، فانت بتقدر تجيب فلوس. طب انت مش موجود فانت مش هتقدر تجيب فلوس، فاولادك لو قدر الله حصل غيابك عن ولادك فهيقع عليهم ضرر في مستوى معيشتهم وهيواجهوا صعوبات، فالتامين بيحل القصه دي كويس يعني. تمام. سؤالي بقول لك مميزات التامين الشركات الخاصه. مميزات، بص هو مميزات التامين بشكل عام مش حاجه اسمها الشركات الخاصه والشركات الحكوميه، كله بيقدم الخدمه وكل الناس اللي هي عملاء في شركات معينه هي مستريحه لها. فمميزات الشركات العالميه بيحبها الناس اللي سافرت بره، بيحبها الشركات العالميه اللي موجوده في مصر. استاذ محمد احنا نشكر حضرتك جدا. ربنا يخليك. وللاسف وقت حلقتنا خلص. شكرا يا فندم. متشكرين جدا يا فندم حضرتك. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين الى لقاء، ونلقاكم ان شاء الله في الحلقات القادمه. شكرا. مع برنامجكم تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا يا فندم.